السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مشاكل البشرة البقع السوداء والجفاف البشرة، شلون نعالج هذه الحالة؟ طبعا السهر، كثرة السهر إلى أوقات متأخرة من الليل، هذه أحد أسباب مشاكل البشرة. قلة شرب الماء تعتبر أحد مشاكل البشرة. نأخذ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة من عصير الليمون، نأخذهم نخلطهم ونستخدمهم على البشرة. نلاحظ خلال فترة قليلة هنا راح نتخلص من البقع السوداء، وكذلك يعالج جفاف البشرة، وبنفس الوقت راح يعالج لنا الاسمرار. راح تلاحظ البشرة راح تكون أكثر نضارة وتوهج. وسلامتكم، ألف سلامة.